الخلل الآخر الذي يريد أن ينبه عليه هو عدم القيام بالدعوة والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكما قلت لا أعمم، هناك من يفعل إن شاء الله تعالى ويقوم يعني بقدر طاقته حتى لا نظلم أحدا، والغيب لله عز وجل، لكن هناك تقصير ولا شك، هناك تقصير، والدليل على ذلك واقعنا، بيوتنا، أنفسنا. وكم مرة ذكرت هذا الأمر، تذكرون منذ سنين أقول لو كل واحد يأتي لهذا الدرس يجيب مع واحد بس، واحد، سيارتك ما تستطيع أن تأتي بواحد معك، بولد من أولادك، بأخ من إخوانك، بقريب من أقاربك، بجار من جيرانك، بصديق من أصدقائك. لو التزمنا بهذه الخطة البسيطة لما وجد موطئ قدم في هذا المسجد في الدرس، ونحن الآن يعني ما أذكر متى بدأنا، منذ سنين بدأ هذا الدرس، لكن أقول سبحان الله لماذا لا نطبق الكلام، يعني كما يقال ليته يدخل من أذن يخرج من أذن أخرى، ولكن الظهر لا يدخل. فكأن المخاطب غيرنا، من أراد أن يستفيد من درس أو خطبة أو محاضرة فليجعل الخطاب موجها إليه هو قبل غيره، ما يجعل الخطاب للآخرين، هو أول مخاطب بهذا الخطاب ومطالب بأن ينفذه. لو أننا حاسبنا أنفسنا بهذه الطريقة لاستشعرنا المسؤولية ولتقدمنا، ولكن للأسف الشديد لا زال هناك فجوة، وخاصة ما يتعلق بالدعوة في مجالات كثيرة لا زلنا متأخرين. هذا شيء بسيط، ما بالكم بالإعلام المرئي المسموع المقروء، أين نحن من ذلك؟ من الذي يتصدى للساحة اليوم؟ وهناك غياب في بعض الأحيان، هو تغييب من قبل بعض الأطراف لأهل الصلاح، ولكن يوجد هناك غياب أو تغييب للنفس. بعض المجالات مفتوحة ولكن ليس هناك من يسدها أو من يلج منها، وأخذ الناس يتأثرون بأهل الدعايات الفاجرة، ويأتيني بعض الإخوة هذا فلان تأثر بالعقلاني، وهذا تأثر بالحشوي المجسمة، وهذا تأثر بما بيسميهم الليبراليين أو الأحرار، وهذا تأثر بأهل الفساد، وهذا فلان تأثر وأنت تأثرت بالنائمين، ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ هل يكفي فقط النعيب على الناس؟ لا أحد يستطيع تكميم فيك أو منعك من الدعوة أبدا، إن كنت صاحب فكر فلن يقف أمامك شيء أبدا. صاحب الفكر يعيش من أجل فكره ويموت من أجل فكره، وتتلون أو تختلف أساليبه حسب واقعه أو حاجته. إن منع من طريق سلك طريقا آخر، لا يتوقف، وهو معذور عند الله تعالى إن كان لا يستطيع سلوك طريق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم.
ولا شك أن هناك وسائل كثيرة وطرقا كثيرة، لكن للأسف ربما يصل أحدنا إلى عقبة فيتوقف ولا يحاول البحث عن بدائل ويستسلم، ليس هذا شأن صاحب الفكر. فكيف إذا كان هذا الفكر هو الحق، هو الإسلام الذي نعتز به ولا نترك محفلا من المحافل إلا وندعي أننا على الحق وأننا على الإسلام ونتكلم على الكفرة وعلى الفاسدين و طيب، هل قال الله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك فقط؟ لا، وإنما قال وسوف تسألون، وسوف تسألون، هذه نعمة عظيمة، سبب للعز، نعم، ولكن هل أديت حقها؟ هل قمت بشكرها؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فلذلك يجب أن نقوم بأمر الدعوة قدر طاقتنا.